بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم باشمهندس باسم هشام معاكم. والنهاردة بإذن الله هنتكلم مع بعض على الكورنر فريم. زي ما اتفقنا قبل كده إن في فيتشر بنقدر نعملها وإحنا في الفلات باترن، في فيتشر تانية بنقدر نعملها وإحنا الشيت ميتال ظاهر معانا الإيدجز بتاعته والفيتشر ظاهرة بتاعت قطعة الصاج اللي إحنا شغالين عليه. وبالتالي إحنا دلوقتي لو بنتكلم على الكورنر تريم، فالكورنر تريم دي هي فيتشر بتبان في الوضع الفلاتن بس. وبالتالي لو انت جيت على الكورنرز دلوقتي، لو انت عايز تعمل كورنر ريليف معين بالكورنر تريم، هتلاقي ان الكورنر تريم دي مش موجوده معاك في المينيو او دروب داون ليست اللي موجوده في الكورنرز. وده بسبب ان احنا دلوقتي الكورنر تريم فيتشر زي ما بقولك هي بتشتغل في وضع الفلاتن بس، لازم أن تكون مأكتف الفلات باتر. وبعد كده لو جيت على الكورنرز هتلاقي الكورنر تريم بقت اكتف معاك، تمام؟ وتقدر توصل لها من الكوماند مانجر عادي جدا من الكورنرز، او ممكن تدخل على انسرت شيت ميتال وبعد كده هتلاقي عندك الكورنر تريم. وبقيت برضو البريك كورنرز او الكورنرز ريليف اللي موجوده في الوضع الطبيعي بتاع الشيت ميتال هتلاقيها برضو بقيت الفيتشرز موجوده، بس طبعا هتكون دمد لان الفيتشر اللي احنا بنستخدمها للكورنر ريليف مختلفه في وضع الفلاتن ووضع الشيت ميتال الطبيعي. طيب احنا النهاردة بنتكلم على الكورنر تريم. الكورنر تريم اول حاجة بيسألك عنها ايه هو الايدجز اللي انت عايز تعمل لها الريليف، وبالتالي انت تقدر تحدد الايدج او تعمل كولكت الاول كورنر، وبالتالي هو هيجمع لك سوليد وركس، هيجمع لك كل الكورنرز اللي محتاجة ريليف، وتبدأ ان انت تتحكم بعد كده في التايب بتاع الريليف ده. عندنا ثلاث انواع من الكورنر تريم تايب. اول حاجة هو السيركولر، والسيركولر طبعا بنقدر نتحكم في ريديوس جدا. الاوبشن الثاني هو السكوير، وبتقدر برضو تتحكم في طول الضلع من هنا. واخر حاجه هو البند ويست، والبند ويست السايز بتاع البند ويست من نفس الاوبشن السكنس يعني. طيب الفكره دلوقتي ان احنا في السيركولر يا باشمهندسين، عندنا في السيركولر والسكوير عندنا اوبشن اسمه السنترد اون بند لاينز، تمام؟ السنترد اون بند لاينز دي لما حضرتك تيجي تبص كده على الريليف اللي موجود، هتبص تلاقي ان الريليف تايب لو انت مش مأكتف السنترد اون بند لاين، فالريليف اللي هيكون معمول هيكون متسنتر على نقطة تقاطع الايدج اللي انت شايفها دي حضرتك دلوقتي، ادي نقطة مركز الريليف اللي موجود. طبعا لو انت عامل السكوير هيبقى نفس الموضوع برضو متأكتف معاك، وهعمل لك نقطة المركز بتاع المربع زي ما حضرتك شايف. عندنا اوبشن هنا اسمه سنترد اون بند لاينز، والسنترد اون بند لاينز ده اوبشن بيخلي دلوقتي المركز بتاع الريليف اللي اتقطع موجود على امتداد الايدج اللي انت شايفها دي مع حضرتك كده، وامتداد الايدج دي كده بيتقطعوا في نقطه، هيبقى هو ده مركز الريليف اللي حضرتك هتعمله، تمام؟ فالتو اوبشنز دول موجودين طبعا في السيركولر والسكوير نفس الموضوع. انا معامل سنتر اون بند لاينز، فلو انت مديت الخط ده كده تبص تلاقي طبعا انا عشان انا مش 100% فيرتيكال يعني، فالموضوع ببساطه ان هو بيسنتر الريليف اللي معمول على البند لاينز او على الايدجز اللي موجوده معاك في الشيت ميتال. طبعا الموضوع ده مش موجود في البند ويست، تمام؟ حلو قوي. طيب في السيركولر والسكوير برضو عندنا اوبشنز مختلفه، ممكن تتحكم عادي جدا في الريديوس او في اللينس يعني بتاع عن طريق قيمه معينه بتتحكم فيها من البوكس ده، او تقدر تخليها ريشيو من السكنس اللي انت محدده في الاول، سواء هتكبر الريشيو دي او هتقللها زي ما انت حابب، بس في معظم الاوقات طبعا بنحط قيمه معينه للريديوس او اللينس اللي احنا محتاجينه للسكوير، تمام؟ النقطه اللي بعد كده هي التانجنت تو بند. طبعا التانجنت تو بند دي بتكون موجودة في السكوير، لأن التانجنت تو بند هو أنت بتعمل ريليف والضلع بتاع السكوير طبعا بيكون تانجنت تو بند، وده هيكون ظاهر أكتر في السكوير. وآخر حاجة هو الأد فيليتد كورنرز، والأد فيليتد كورنرز زي ما أنت شايف جه عند الريليف اللي أنت عملته بدأ يعمل فيليتس بقيم معينة تقدر طبعا تحددها من هنا زي ما أنت حابب عشان تتحكم في الريليف زي ما انت شايف كده. طيب زي ما عملنا الريليف، تعالى دلوقتي اول ما ننزل تحت هتبص تلاقي البريك كورنر اوبشن، والبريك كورنر اوبشن ده بيمكنك ان انت اي شارب ايدج خارجيه
بيبدأ يعمل لها كورنر تريم، وأي إيدج داخلية أو تقاطع ما بين تو إيدجز بيبدأ إن هو يملاها ماتيريال. يعني مثلا لو إحنا مش حاطين الريليف اللي موجود جوه ده، تعالى دلوقتي نحدد مثلا الأوبشن بتاع البريك تايب يكون الشامفر ونقول له كولكت الأول كورنر، فهو أوتوماتيك هيجمع لي كل الشارب كورنرز الخارجية ويعمل لها زي شامفر بالقيمة اللي موجودة قدام حضرتك دي، وتقدر تزودها او تقللها لو انت حابب تعملها برضو فيلت من الشنفر براحتك، مفيش فيها مشكلة. بس انا هنا بتكلم مثلا على الشنفر، هو اوريدي مش هيضيف حاجة لان انت اوريدي عامل ريليف داخلي، فطبعا هما الاتنين مش هيغطوا على بعض. بس ان كيس يعني خلينا نلغي الموضوع ده دلوقتي، خلينا نعمل دي للسيركولر وندوس اوكي عشان نوري لحضرتك. طيب احنا عملنا، خليني همسح بعد ما جربنا الكورنر تريم الداخلي، خلينا نمسح مثلا الكورنر تريم فيتشر دي، تمام. وتعالى نجرب دلوقتي الكورنر تريم التانية اللي هي كولكت الاور كورنر الخاصة بالبريك. طيب وانا مش عارف ليه هو ما بياخدهاش اوتوماتيك، فتعالى احنا نعلم عليها. احنا المفروض ياخدها اوتوماتيك، ممكن يكون عندي مهنج ولا حاجة. بس anyway يعني هو ده الموضوع، ان هو بيكسر بيعمل ترم للشارب كورنرز زي ما انت شايف الخارجية، والكورنرز الداخلية بيضيف فيها الماتيريال زي ما انت شايف بالقيمة اللي انت تحددها هنا. طبعا هو اظن المشكلة في السيكنس اللي انا عامله. فانوي يعني هي كده انا بوصل الفكرة. طيب هو هنا فعلا مش قابل، خلينا نعملها 0.4. طيب هو كده عمل بريك بسيط جدا. طبعا انا مقلل السيكنس وعامل حاجات ممكن تكون ما سببتش ان هو يعمل كورنر تريم بالشكل المظبوط. بس anyway يعني الفكره ببساطه شديده زي ما قلت لحضرتك، ان انت دلوقتي الريليف اوبشن بتقدر تحدد فيه الريليف زي ما انت حابب، ولو عندك بريك كورنر اوبشن بتقدر تعمل للايدجز الخارجيه والداخليه. طبعا الاثنين ما ينفعش يتعملوا في نفس الوقت، يعني لا اما بتعمل انت الريليف اوبشن وبتحدد الايدجز، لا اما بتعمل بريك كورنر اوبشن وبتعمل الانترنال والخارجي في نفس الوقت، او ممكن بيبقى عندك اوبشن انت تعمل الانترنال كورنرز اونلي. جرب برضو الموضوع ده عندك، وخلي بالك من ملحوظه بسيطه، ان انت في الوضع الفلاتن يعني لما ترجع تاني للوضع الشيت ميتال الطبيعي هتبص تلاقي ان اوتوماتيك الكورنر تريم فيتشر اللي انت عملتها اتعمل لها سبريس برضو. اشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. سلام عليكم.